بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عبد الكريم الطرابلسي، شكون وبعضنا طيلة هذه الفيديوهات حول آليات التوقي ومكافحة الفساد. نبدأ طبعا في هذا الفيديو الأول حديث عن تعريف الفساد من الجانب القيمي. الإفساد هو إخراج الشيء عن حالة محمودة لا لغرض صحيح، وهناك من يعرف الفساد بأنه ضد الصلاح. وعرفه الجرجاني، ناخذ طبعا كما قلنا من الجانب القيمي، قال هو خروج الشيء عن حد الاعتدال قليلا كان أو كثيرا. ونلقاه في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى ذكر الفساد في غير ما موضع، وذكر ذلك في 50 آية كريمة في القرآن الكريم لفظ الفساد. فتارة يتحدث سبحانه وتعالى عن الشرك وعن الكفر والنفاق وهو فساد العقيدة، فيقول تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وذكر كذلك الفساد في القرآن الكريم بمعنى سفك الدماء وانتهاك الأعراض. قال تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. يعني ننظر إلى اللفظ القرآني هنا في الحديث في توصيف فرعون بأنه كان من المفسدين. الله سبحانه وتعالى إذن جعل له هذا الوصف أنه من المفسدين. وذكر كذلك بمعنى قطيعة الأرحام. قطيعة الأرحام أيضا هي مظهر من مظاهر الفساد، واستعمل القرآن الكريم هذا اللفظ للتعبير كذلك عن قطيعة الرحم وعن قطيعة كل ما أمر الله أن يوصل. ولذلك قال سبحانه وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فقرن الله سبحانه وتعالى بين الفساد وبين تقطيع الأرحام. و كذلك نجد أن في القرآن الكريم إضافة إلى هذه المعاني القيمية المهمة هناك معنى أيضا آخر، وهو معنى اقتصادي ذكره القرآن الكريم من خلال النهي عن بخس الناس أشياءهم، كما في قصة شعيب عليه السلام لما قال لقومه: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. هذا جاء بمعنى يعني أنه يعني يبين لهم كيف لا يفسدوا في الأرض، بمعنى الفساد الاقتصادي باعتبار أنهم كانوا يطففون في الميزان. وعندما نعود إلى كتاب الله سبحانه وتعالى لتعريف الفساد نجد في قوله سبحانه وتعالى: والله يعلم المفسد من المصلح. فبموجب هذه الآية القرآنية لا يمكن أن يزايد أحد عن الله سبحانه وتعالى في معرفة الفاسد من المصلح. يعني وهو بمعنى أن تتبع الآيات القرآنية نجد أنها عرفت الفساد على اعتبار أن الله سبحانه وتعالى هو العليم بالفساد وبأصحابه، عندما ذلك نعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم المفسد من المصلح. يعني مش ممكنش أن نحن نتزايد على القرآن الكريم في تعريفه للفساد والمفسدين باعتبار أن الله عز وجل قال: والله يعلم المفسد من المصلح. إذن فذاك علاش أحنا اليوم نحب نتحدث عن الفساد كما ذكر في القرآن، مدام أن الله سبحانه وتعالى يعلم المفسد من المصلح. إذن فهذا العلم مبثوث في كتاب الله سبحانه وتعالى. يكشف الله تعالى عن السر الكامن كذلك وراء وجود الفساد في الأرض، وهو فساد مصدره الإنسان، لأن الله تعالى خلق الأرض صالحة ومنع الناس من إفسادها بقوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. يعني الفساد هو ناشئ بعد الصلاح، فالأصل أن هناك صلاح ثم جاء الفساد، حتى لا نقول أن هناك طبع أو غريزة في الإنسان بمعنى أنه شرير من طبعه أو شيء من هذا. وفساد الناس في الأرض إنما يحصل بما كسبت أيديهم. ولذلك قال سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وهذا ما جعل الملائكة الكرام، يعني ماذا قالوا في طبعا عندما خاطبوا الله سبحانه وتعالى؟ قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. إذن فالملائكة توجهوا إلى الله سبحانه وتعالى وحكموا على هذا المخلوق، على الإنسان الذي
لم يكلف بعد، لم تظهر منه أعمال بعد، حكموا عليه بالفساد. والفساد باعتباره هو فعل بشري، لا يمكن أن يعني أن نجعل الفساد أو أن نلحقه بأناس آخرين أو بمخلوقات أخرى غير الإنسان. فالإنسان إذن هو مسؤول عن هذا الفساد، والفساد هو فعل بشري، فذلك نجد أنه يسبقه التنظير، فهناك تنظير، هناك تخطيط لهذا الفساد. وهذا نجده في قوله سبحانه وتعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. طبعا ولا يمكن أن نتحدث عن الفساد كما في القرآن الكريم دون أن نذكر هذه الرموز، يعني رموز الفساد في الأرض التي أشار لها القرآن، من ذلك فرعون موسى الذي قال عنه تعالى في كتابه الكريم: وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. فهذا الفاسد، هذا المفسد المكثر بشهادة خالقه، يتهم نبي الله عز وجل موسى عليه السلام بالفساد، كما شهد الله سبحانه وتعالى في ذلك في آيات كثيرة في القرآن الكريم. أذكر لكم هذه الآية في قوله تعالى: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. يعني انظر من يتحدث هنا، يعني فرعون يتحدث عن موسى عليه السلام بأنه هو المفسد، يعني في نظر فرعون، في نظر فرعون موسى مفسد. يعني مسألة مهمة جدا، ففي هذا يعني في هذا النص نجد أن دليلا أن المفسدين لهم أيضا تعريفهم الخاص بالفساد، باعتبار أنهم يروا أنفسهم أنهم من المصلحين، يعتبرون أن كل من يناقض فسادهم هو فساد، كل شخص يناقض فسادهم فهو فاسد، وأن هذا فساد. ولو كان صلاح نبي مرسل، إن شاء الله حتى يكون نبي، والله سبحانه وتعالى يميز بين المصلح وبين المفسد في الأرض، لقوله تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وفي هذه الآية القرآنية نجد أيضا هناك رسم للحدود الفاصلة بين الصلاح والفساد، ذلك أن الله عز وجل جعل الصلاح يقتصر على الإيمان به، وهذا يستصحب بالعمل الصالح والاعتقاد الذي يترجم إلى إجراء، حتى لا نقول أن يعني الصلاح هو مجرد قول، حتى لا نتحدث عن انفصام بين الاعتقاد وبين العمل، بين الإجراء وبين يعني الانسجام بين الاعتقاد والإجراء. وهذه الحدود الفاصلة بين الصلاح وبين الفساد من خلال فهمها يتحدد مفهوم الفساد الذي يلزم الإنسان المسلم، وبموجب ذلك يتخلى هذا الإنسان المسلم عن كل التعريفات الخاطئة والباطلة التي تعطي الفساد يعني مفهوما خاطئا في تقدير الفساد. وطبعا نجد أن هناك القناعة التي لدينا من خلال قول موسى عليه السلام في هذا، يقول عز وجل: وقال موسى لأخيه هارون أخلفني في قومي وأصلح لي ولا تتبع سبيل المفسدين. يعني نجد أن في هذا المعنى موسى عليه السلام يتحدث إلى هارون حتى يعني ينتبه من الفساد والمفسدين، وما سبيل المفسدين سوى العجل، العجل الذي هو أخرج يعني الناس، يعني لم يكن هو العجل في حد ذاته، ولكن السامري هو الذي لما يعني قال لهم اذهبوا إلى العجل واعبدوا العجل. فنجد أن كل زمن فيه سامري وكل عصر فيه عجل، ومن الناس من أشربوا في قلوبهم يعني العجل بمعنى الفساد، يعني شماعة الفساد هنا. وكذلك من تعريف الفساد، ونختم بهذا، في قوله سبحانه وتعالى: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. نتبين معنى مهم في تحديد الفساد، وهو عدم التعدي على نصيب الغير. نعم، فلو حرص العبد على الاقتصار على النصيب الذي أحله الله له لما طمع فيما هو من نصيب غيره، فالسارق مثلا استحوذ على نصيب غيره دون وجه حق، لذلك نذكره بنصيبه في الدنيا وهو ما يملك، طبعا مع حسن التصرف فيما يملك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد وفقنا فيما قدمنا لكم، وإلى أن نلتقي إن شاء الله في حلقة مقبلة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.